إياك 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 تدرس أكثر من 35 دقيقة، لأنه بعد ال 35 دقيقة التركيز يبدأ بالنزول للأسفل، فتركيزك بكون هون بصير ينزل هون بعد ال 35 دقيقة. فبتحكي لي أن درست 8 ساعات وأنت في الحقيقة درست 35 دقيقة، فافصل 5 دقائق حتى تكون دراستك منتظمة والتركيز يرجع يعلى وتحصل على جودة كثير أعلى. إذا حابب تشوف أكثر تابعني.